شيخ بارك الله فيك، نريد كيفية صلاة الكسوف وعدد ركعاتها، والشخص يصلى بالناس ركعتين وغرى فيها صورة القصارى، يعني صورة ايش؟ إخلاص ومعوذتين. ما شاء الله، الإخلاص والثاني ما هي؟ معوذتين. أولا، ما سبب صلاة الكسوف؟ وش سببه؟ كسوف الشمس والقمر، وكسوف الشمس والقمر أمر خارج عن العادة لإنذار الناس وتخويفهم. لما كان أمرا خارجا عن العادة شرع الله تعالى صلاة لها خارج عن العادة. أفهمت؟ قلت هذا من أجل أن تعرف حكمة الله عز وجل في كون الشرائع مناسبة للوقائع. صلاة الكسوف يبدأ الإنسان فيها بتكبيرة الإحرام، وقبل هذا ينادى على المناير الصلاة جامعة، ويجتمع الناس في مسجد واحد، ما هو في كل مسجد، في مسجد واحد وهو الجامع، هذا هو الأفضل. ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة طويلة طويلة، البقرة أو آل عمران أو السورة الطوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حتى إن بعض الصحابة سقط مغشيا عليه من طول القيام. ثم يركع بعد هذا ركوعا طويلا طويلا، ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ سورة طويلة طويلة لكنها دون الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا ولكنه دون الأول، ثم يرفع ويقوم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد بمقدار الركوع، ثم يسجد ويطيل السجود كالركوع، ثم يجلس بين السجدتين ويطيل الجلوس كالسجود، ثم يسجد الثانية ويطيل. هذه هي الركعة الأولى. الركعة الثانية مثلها إلا أنها دونها في كل ما يفعل. ثم يسلم، وينبغي أن يعظ الناس ويذكرهم بعد الصلاة، لأن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي صفة صلاة الكسوف الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك ولو كان مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه غير صحيح، يعني غير صحيح للرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام ركع 3 مرات لكنه شاذ، وإنما حكمنا بشذوذه لأن الكسوف لم يقع في عهد الرسول إيش إلا مرة واحدة، خسفت الشمس في يوم 29 من شوال عام 10 من الهجرة، يعني في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وصادف ذلك يوم موت إبراهيم بن محمد على أبيه الصلاة والسلام وعليه الرضوان. في ذلك اليوم خسفت الشمس خسوفا كليا، حتى وصفها الصحابة بأنها قطعة نحاس أو شبه ذلك. والكسوف الكلي يتأخر انجلاؤه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينصرف حتى انجلت الشمس، ونقدر صلاته والله أعلم ب3 ساعات وهو قائم عليه الصلاة والسلام. في هذا المقام عرضت عليه الجنة والنار عليه الصلاة والسلام، عرضت عليه الجنة فتقدم ليأخذ منها قطفة من عنب لكنه لم يشأ ذلك، لأن نعيم الجنة يكون في الآخرة، وعرضت عليه النار فتأخر خوفا من نفحها، وحصل أمور عظيمة وخطبة عظيمة من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول يجب على المسلمين أن يهتموا ويغتموا لهذا الحدث العظيم. وأسمع في بعض البلاد الإسلامية مع الأسف أنه يمر الكسوف أو الخسوف ولكن إيش عادي ولا يصلون بعضهم، وسمعت أن بعضهم يخرج إلى البر ومعه الجفوف يضرب جفوف، نعم، ويغني
ولا أدري عن غناهم ما أدري شو يقولون. تعرف عن شيء يا آدم؟ لا أنا سمعت أنهم أي كل هذه من البدع. فهذه هي صلاة الكسوف وهي أفضل ما يكون من الصفات، ولكن يجوز أن يزيد ثلاث ركوع، أن يزيد ركعة ثالثة، أن يزيد ركوعا ثالثا في كل ركعة، لأنه ورد عن بعض الصحابة، لكن الأفضل ما جاءت به السنة.